الآن إيه؟ أنا معلش حصل لي توهان كده. إيه؟ إيه؟ طبعا سيدنا الشيخ محمود علي حسن وصل كما سموه أحبابه الأطرس جاي أطرس النامل والدقهلية رجال أجا المجاهدين المجاهدين بتوع سيدنا الشيخ محمود علي حسن. إن شاء الله مسك الختام للعلم الإذاعي الكبير مولانا الشيخ الدكتور محمود علي حسن يتفضل مشكورا. وطبعا بخبركم إن شاء الله بكرة عزاء خال الأستاذ خالد عبد القادر الزنفلي مفتوح في فرسيس جنب بهنباي شرقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض.
قال نبأني العليم الخبير. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه بعضه وأعرض عن بعض. فلما وصالح المؤمنين.
الملائكة بعد ذلك ظهير. بعد ذلك ظهير. بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات
سيداتي وأبكارا مسلمات مسلمات Oh,
خلصته. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يا رب بسم الله الرحمن الرحيم. أخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ
بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا لإيلاف قريش لإيلاف قريش لإيلافهم لإيلاف قريش لإيلاف قريش قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت.
عطشانين والله عايزين نسمع الفاتحة. معلم بقى احنا نسمع الفاتحة واول البقرة واخر البقرة وامان الرسول واخر البقرة بالله عليك. ولا عم الله يستر. لا انا معلش وخواتيم الرسول بالله عليك. والله عطشان والله عطشان. الله يكرمك حاج بس طبعا بسم الله يا رحمن الرحيم بسم الله يا رحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله يا رحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا Yeah.
الله العظيم. الفاتحة. سويا سويا إلى روح سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإلى روح زكي، وإلى روح جميع موتى المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم بحق فاتحة الكتاب وما حوت، وبحق ما بها من أسرار، وسبحانك ربنا أنت الملك العزيز الغفار، اغفر لأخينا زكي ذنوبه والأوزار، وشفى فيه النبي المختار، واجعله من الناجين من عذابك ومن النار، وابعثه يوم القيامة مع الأبرار، واجعل له في الجنة مستقرا وقرار، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. شكرنا للعلم الإذاعي الكبير قيصر النغم فضيلة القارئ الشيخ الدكتور محمود علي حسن. شكرنا للهندسة الإذاعية محمد الصعيدي، فراشة محمد حلاوة، هندسة كهربائية محمد الحلو، وفيه زمزم، مصورين الأكرمين مخرجنا ناصر صلاح، هيثم ممدوح، السباعي مسعود. شكر الله لكم جميعا. شكرا الشيخ منصور أبو عيادة، شكرا الشيخ محمد توفيق عبد الستار، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.